هذا المقطع يا اخوان جربت اشاعات بلوكس فروت. في اشاعات مره كثير يا اخوان في بلوكس فروت، ما ندري هل هي حقيقه او كذب، وبهذا المقطع قررت اني اجربها بنفسي واشوف هل الاشياء هذه حقيقه او لا. اتمنى يا اخوان انكم تجيبون شيء تاكلونه عشان تستمتعون معايا بهذا المقطع. صدقوني في اشياء انصدمت انها موجوده في بلوكس فروت. هذا عند المشتركين الان، اشتركوا بالقناه، لا تقصرون معاي، ضبطوني يا اخوان، دائما اقول لكم في المقاطع ضبطوني عشان اضبطكم اكثر، وباذن الله يا شباب انكم راح تشوفون محتوى جامد في الايام الجايه. حلو، وبسم الله يا شباب نبدا المقطع. فعالية اليوم يا اخوان مع المتابعين، زي ما تشوفون معاي 6 من المتابعين. كل عيسى ودي اشارك بالفعاليات بس اني والله ما ادري. حياك الله البث المباشر في الكيك يا اخوان، راح تعرف كل التفاصيل عني يا شباب، راح اشارك فعاليات مره كثير. زي هذا الشخص يا اخوان، زي نات كيف عرفته؟ نات عرفته يا اخوان بث المباشر في الكيك، تفاعل معاي، قلت حياك الله راح تطلع معاي في يوم من الايام مقطع زي ما وعدته. هذا هو قدامك يا اخوان نات، وعدته باذن الله، الحمد لله اني وفيت بوعدي وطلع معاكم. ما راح اكثر عليكم كلام، الاشتراك مره مهم يا شباب، وخلونا نشوف الاشاعه الاولى يا شباب. الاشاعه الاولى راح اسويها لحالي وما احتاج فيها المتابعين يا اخوان. المتابعين راح ابدا معاهم من الاشاعه الثانيه. الاشاعه الاولى راح اسويها في هذه المنطقه. الاشاعه الاولى تقول هل لو تحولت الى فهد هل البركان راح يدمجني ولا لا؟ والله ما ادري يا اخوان، ولا عمري شفت هذا الشيء، فانا راح اجربها معاكم. قول يا عيسى انا ادري ان فهد، يعني ما ادري، يعني انا ما ادري، ابغى اجرب. حلو، خلنا نشوف يا شباب هل اقدر يتدمج. والله يا اخوان ما يتدمج، انا توقعت ان الموضوع راح يكون شوي حماسي يا شباب. حلو، توقعت ان الموضوع راح يكون شوي حماسي بس طلع لا ما يتدمج يا اخوان. في الاشاعه الاولى صح يا شباب، حتى لو شفت التحول راح يا شباب يعني دمي. في اشاعة تقول لو وقفت على البركان ما تتدمج، لكن لو مشيت تتدمج. ريب اندرا ريب اندرا ريب اندرا، لا اله الا الله. الاشاعة الاولى طلعت صح، وفي اشاعة ثانية تقول انا طلعت هذه من راسي اخوان، ما كنت مجهز لها، اذا وقفت على البركان ما تتدمج. خلينا نروح يا اخوان للمستوى اللي اقوى منه. الاشاعة الثانية يا شباب اللي راح نجربها، يقولون فاكهة البو يا اخوان اذا ضربت هي لا نهائية يا شباب، الضربة حقتها حرفيا لا نهائيه. واليوم راح اجرب هل هذا الشيء صح ولا لا. راح نجربها على 4 مستويات، مستوى قريب، مستوى متوسط، مستوى بعيد، مستوى بعيد مره. خلينا نشوف هذا الشيء هل هو صح ولا لا. جرب انك تقيم علي يا زعتر. هذا المستوى القريب يا اخوان، حلو، جرب اجين، ما تدمجت. ابشر التحول، لا غلط، ما تدمجت. ليش انا ما يرد دمج؟ اوكي المتابعين تدمجوا يا اخوان، بس انا شكلي مزوي تحالف يا جواب مع زعتر. اوكي عرفنا الحل يا اخوان، عرفنا اني انا وانا فعل البي في. طيب حلو، خلينا نروح للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه ممكن تنصدمون، بس احتاجك يا زعتر تروح الى اخر الجسر، راح اوريكم كميه التعريق وكميه، هلا اشوف الاشاعه صحيحه ذي ولا لا. يلا يا زعتر ايم 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 ايم. او ماي جاد، والله تدمج يا اخوان، والله تدمج. ترى المسافة مرة بعيدة، المسافة مرة بعيدة يا اخوان، مرة بعيدة يا شباب، مرة 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 بعيدة. ما في أي فاكهة تسويها، شكل الإشاعة راح تكون صح، لكن عشان يكون اختبار حقيقي 100% يا اخوان، راح نروح للمرحلة الثالثة، بعدين المرحلة المستحيلة، المستحيلة مستحيلة مستحيلة. زعتر أحتاجك تروح أعلى نقطة في السماء، شفت الشجرة البعيدة ذي فوق 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 فوق؟ روحها، حلو؟ وراح يكون معك 3 محاولات. أوه. أوكي 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 أوكي. يا اخوان الطلقة جات، الطلقة جات، الطلقة جات. لا الطلقة هذه ما توصل، جرب الطلقة الثانية. اوكي اوكي اوكي. كذب يا اخوان. الطلقة قاعد تختفي صح؟ الطلقة قاعد تختفي، ممكن قاعد تضرب شيء معين؟ لا لأنها هي في السماء. الطلقة قاعد تختفي، الطلقة قاعد تختفي، ولسه بسوي الاختبار الرابع يا اخوان. الاختبار الرابع كان راح يكون أصعب. طبعا اسمع اسمع اسمع، بسوي الاختبار الرابع، طلعت الإشاعة كذب يا اخوان، لها مدى، أنا قلت لكم من زمان، ريب أندر راح أطفي يا اخوان، لأنه ايش؟ لأنه غثيث. أنا راح أستخدم البوذة اللي أكرهها. اللي اكرهها مره مره مره. اقول بسم الله بركه الله. اوكي زعتر ابغاك تروح للجزيره هذه اللي قدامنا يا زعتر، احنا راح نكون مرصبين قدامك. طيب يا شباب المرحله الرابعه ما ادري، بس عشان نسهلها للزعتر، قدامك 4 اشخاص. زعتر حرفيا يا شباب في الجزيره اللي قدامنا، تشوفون اسمه يا اخوان، المسافه مره بعيده، اطلق كل الطلقات، جرب كل الطلقات، جرب كل الضربات، هاي ضربه ما راح توصل، متاكدين 100% يا اخوان. ها؟ لا الطلقة اختفت، الطلقة الثانية اختفت. اوكي يا شباب اختفت، ما ضبطت، فمعناتها يا شباب ان الإشاعة الثانية وفاكهة البو لها مسافة معينة، لها قدرة معينة. والله اني قلت هذا الشيء
زمان زمان مره 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 قلت لكم من باكيت البو طلقاتها لها حد معين، لا حد لها مسافة معينة. ما راح اطول عليكم، الإشاعة الاولى كانت صح، الإشاعة الثانية كانت غلط يا اخوان. خلينا نروح للإشاعة الثالثة. الإشاعة الثالثة تقول يا اخوان، حلو، نسيف المرسال اللي معايا يا شباب يتحول على حسب الشخص اللي قدامي. اذا مسكت شخص صغير غير مني امسك الممثل الكبير، فاهمين انتم؟ راح يكبر. ولا هذا الشيء صح ولا لا؟ والله ما ادري يا اخوان، راح نشوف. تعال يا شيخ زوره قدامي نقول بسم الله على بركه الله يا اخوان. بدنا نشوف الإشاعة الثالثة. ادري انها مملة يا اخوان بعض الشيء، حلو، لكني اوعدكم الإشاعة الخامسة تستاهل. نقول بسم الله. بي ما تحول. تعال جينا 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 بجرب بجرب بجرب. ما كبر، ما صار اي شيء حرفيا يا اخوان. احتجرع الماموث يا اخوان. يقول بسم الله على بركة الله. نفس الشيء صح؟ نفس الشيء صح؟ ما تغير ولا اي شيء، ما تغير ولا اي تعال 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 ما تغير ولا اي شيء، ولا اي شيء حرفيا ما تغير ولا شيء. الإشاعة الثالثة يا اخوان كذب. الموضوع مرة سهل وبسيط. الإشاعة الثالثة كذب يا عيال، حلو، يوم كان صغير ويوم كان كبير كلها نفس الشيء. خلينا نروح للإشاعة الرابعة. الإشاعة الرابعة يا اخوان واللي قبل الأخيرة تقول هل باكيت القدسي يركب عليه البوذا كامل هو متحول؟ ما ادري يا اخوان، لكن راح اخذها على مرحلتين. المرحله الاولى اني اكل فاكهه القدس يا اخوان. طبعا انا ما شاء الله حسابي غني يا اخوان، لا اله الا الله محمد رسول الله، معي كل الفواكه يا شباب. والفواكه هذه من مين؟ من المتابعين، الله يسعدهم ويوفقهم. احتاج اروح الف واجيكم، بس الف شوي واجيكم. هذا شخص صغير مره صغير، هذا شيء طبيعي يا اخوان، طبيعي انكم تعرفون هذه الاشياء. لكن اللي شاعه تقول هل البوذا يا اخوان يركب فوق ظهري؟ خلينا نشوف يا اخوان. عنده واحد من المتابعين اسمه وليد. وليد جرب انك تركب فوق ظهري. اوكي وليد شكله ما يقدر، لازم ايش اسوي يا اخوان؟ لازم اسوي ريستارت، اسوي ريستارت للشخصيه واجي من جديد. انا مطبق الاشاعه غلط. الاشاعه تقول يا اخوان لازم نفس الشخص يركب معي، يعني بالعربي لازم وليد يركب معي مرتين. زي ما تشوفون وليد ركب على ظهري، هذا شيء طبيعي. وليد حاول انك تتحول الان. اوه ماي جاد، نيرا تضبط. طيب وليد حاول انك تركب على ظهري وانت متحول. طيب وليد شيل التحول، ابغاك تشيل التحول، اركب فوق ظهري، اركب فوق ظهري، حلو، خليك، ابى اسوي الان ريستارت يا اخوان، وبعد كذا يا شباب ابى اشوف وليد يقدر يركب فوق ظهري ولا لا. بشوف، خليك، 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 لا تحرك، لا تحرك يا وليد. لو تلاحظون بين وليد انه راكب علي، طيب احتاجك الان يا وليد تركب. ميرا تضبط. أبجرب المرة الأخيرة يا إخوان. تعال يا فيصل، بنجرب بدون رايد يا إخوان. بدون رايد. أبغى تركب فوق ظهري. تحول، شيل التحول وركب فوق ظهري. بسوي ريستارت. أبغى أجيك. الشيء اللي أنا ما سويته يا إخوان إنه أخليه الآن يتحول. أبغاه يتحول الآن. بعدين حاول إنك تركب فوق ظهري. أول. ما يرحم أبوك. اوه ماي جاد، الإشاعة الرابعة ما اتوقع انها تضبط، ممكن انا سويتها بطريقه غلط، ما ادري، اكتبوا لي تحت في التعليقات يا اخوان. بسم الله، خلينا نتوجه للرايد. المفروض ان الإشاعة تضبط على 8 اشخاص، لكن احنا راح ندربها على 7، مو مشكله. حلو، انا صراحه ما ابغى اكل فاكهه الحب، حلو، راح اجرب يا شباب الإشاعة هذه بدون ما اجرب فاكهه، بدون ما اسوي فاكهه الحب. الإشاعة تقول هل الرايد، هل مسموح ان 8 اشخاص يخشون الرايد؟ كلكم تعرفون الحد الأقصى 4 أشخاص، لكن حنا راح نجرب هل نقدر نخش 8 أشخاص ولا لا. راح نشوف الإجابة صح ولا غلط. أول شيء كلكم تحالفوا مع بعض، ضروري كلكم تتحالفون مع بعض، كلكم الآن تحالفوا مع بعض، كلكم الآن تحالفوا مع بعض، كلكم تحالفوا مع بعض يا إخوان. اضرب بعض. ضربات عادية، ضرب بعض، حلو، تمام. خلاص. كلكم متحالفين. اوكي تمام، حلو. الموضوع انا متحمس والله يا اخوان، متحمس اشوف. اوكي طيب، 1 2 طيب. شخصوره تعال شيلني هنا. يلا سوي الرايد. فيصل قاعد يسوي الرايد، انا اشوف هل هي راح تضبط ولا لا. يا رب انها تضبط. يلا يا فيصل نقول بسم الله. شخصوره تحرك. ثاني خليكم عندي. ابغى اشوفكم. انزلوا. ابغى اشوفكم. نكسوا. واحد. تعال عندي. اسحب البوتات. 1 2 3. انا 5. 5 يا اخوان. اسحب البوتات.
الله بدي يعرقون يا اخوان، بدي يعرقون بدي يعرقون بدي يعرقون بدي يعرقون. حرفيا في تيم ما دخل يا اخوان، عندنا 5 اشخاص باقي 6 و7، من هم ما ادري، بس يا شباب اللي ساعة يا اخوان مضبوطة 100% يا اخوان، اقدر ادخل الرايد معاي 8 اشخاص، 8 اشخاص. والله يا اخوان الصدق اول مرة اسوي ذا الشيء، يعني طلعت فيه يا اخوان زي الجلتشات، وفي ناس معرقين بلوكس فروت، طلعت فيه جلتشات في بلوكس فروت، في ناس معرقين مستغلين هذا الشيء صراحة. يعني انا اقول لكم انا استمتعت وانا اصور هذا المقطع يا اخوان، اذا ودكم فعاليات زي كذا حياكم الله يا اخوان، انتظروا مباشرة راح نسوي فعاليات مع المتابعين مرة 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 مرة, مرة كثير حلو. يلا يا شباب، كان معكم عيسى والمتابعين فيصل وزعتر ونات، كثير من المتابعين حلو، الله يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم مقطع ثاني، سلام عليكم. والله يا ابو عز اسمع اسمع يا ابو عز.